The mass media of communication are those institutions that produce and distribute information as well as visual and audio images on a large scale. الماس ميديا دارت من مجموعة ديال المراحل واللي ساهمت في التطور ديالها. في القرن 15 يوهانس غوتنبرغ اخترع الطابعة الميكانيكية واللي كانت بمثابة ثورة في وسائل الاتصال الجماهير واللي ساهمت في انتشار ونشر الكتب في أوروبا بشكل كبير. في بداية القرن 17 ظهرت أول صحيفة في ستراسبورغ بألمانيا واللي كانت بمثابة صوت الشعب كتنشر الأخبار والآراء والأفكار. في القرن 20 جاء عصر الراديو والتلفاز وبداو كيشكلوا الخطاب العام داخل الأوساط الجماهيرية. وأخيرا العصر الرقمي وشبكات الإنترنت والهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي واللي غيرت طريقة استهلاك الجماهير للمعلومات. وهنا عندنا بعض الكونسبت اللي عندهم علاقة بالميديا وخاصنا نعرفوه. أول حاجة هي الميديا فورمز، هما دوك الوسائط المختلفة اللي من خلالها كيتم نقل المعلومات والأفكار، بحال مثلا التلفاز الراديو والإنترنت والمجلات إلى آخره. representation كتعني تصوير الأفراد والجماعات والثقافات والأحداث عبر وسائل الإعلام. institutions هما دوك شركات الإعلام اللي كتنتج وكتنشر الكونتنت. الأودينس هما الجمهور اللي كيقوم بتلقي المعلومات عبر وسائل الإعلام. واللي بغى يزيد يفهم مزيان هاد لي كونسيبت راه كنت شرحتهم في واحد الفيديو سابق، غنخليه لكم في أول تعليق. النظرة القديمة كانت كتشوف باللي أن الميديا عندها تأثير كبير على الأودينس وأن الجمهور كيقبل الرسالة اللي بغى يوصلها المرسل كيف ما هي. من بين المودلز اللي روجوا لهاد الفرضية عندنا الكالتيفيشن ثيوري، الهايبوديرميك نيدل مودل، والتو ستيب فلو مودل. ستيوارت هول رفض هاد الوجهات النظر التقليدية وأكد على أن السياق الاجتماعي وديناميكية السلطة والتفسيرات الفرضية عندهم دور في تشكيل معنى التواصل، بمعنى أن الأودينس كينقسم ثلاثة ديال الأنواع وكل نوع كيقرأ الرسالة بطريقة مخالفة على الآخرين. النوع الأول من الأودينسز كيتسمى the dominant or preferred readers، وهذا النوع كيتلقى الرسالة وكيفهم المعنى ديالها وكيقبل داك المعنى، بحال مثلا إشهار ديال شي منتج كيشوف الإشهار وكيفهم المعنى ديالو وكيمشي كيشري هذاك البرودو. النوع الثاني كيتسمى the negotiated readers، وهذا النوع كيتلقى الرسالة وكيفهم المعنى ديالها ولكن كيقبل جزء من الرسالة وكيرفض الجزء الآخر، مثلا شي وثائقي كيدوي على معاناة الأقليات في بعض المجتمعات. من بين الشخصيات كاين واحد مثلي. هنا القراءة اللي غادي يديروا هاد النوع من الأودينس هي أنهم غيقبلوا الفكرة العامة اللي هي حقوق الأقليات، ولكن في نفس الوقت غيرفضوا التطبيع مع المثلي. وعندنا The Oppositional Readers، هاد النوع كيرفض مضمون الرسالة وفي نفس الوقت كيعطيها معنى آخر وكينتقد. مثلا إشهار ديال بيع سيارة وفي الإشهار دايرين واحد السيارة وحدها امرأة، هاد النوع من الأودينس ما غيتسوقش للبيع ولا الشراء ديال السيارة ولكن غينتقد شيء المرأة بحكم أن المرأة إنسان وليست سلعة وكيتم العرض ديالها على التلفاز. representation كنا تكلمنا عليها في الفيديو السابق وقلنا بلي أنها الطريقة اللي كيبني بها الإعلام الحقيقة، يعني الطريقة اللي كيقدم بها الأشخاص والأماكن والأحداث والثقافة والعرق إلى آخره. فالجزء بغيت نتكلم عليه واحد الجزء مهم في representation واللي هو الميدياشن. الميدياشن في سياق الريبريزنتيشن هو داك التعديل اللي كيقوم به المرسل باش يوصل واحد الرساله معينه. كيكون عندنا الحدث اللي هو الايفنت واللي كيتعتبر الحقيقه، هذا الحدث كيدوز بعمليه الميدياشن باش نزيدوا عليه بعض التاثيرات، وهاد التاثيرات اما كتكون زاويه التقاط الصوره مثلا ولا اللغه كيف ما شفناه في الفيديو السابق مع وزير الدفاع الاسرائيلي يوف غالانت اللي وصف الفلسطينيين بالحيوانات، ويمكن يكون هاد التاثير موسيقى ولا قص جزء من شي فيديو الى اخره. وفي النهاية النتيجة كتكون رسالة عندها أهداف كتخدم مصالح المرسل. واحد الكونسبت آخر عنده علاقة مع الريبريزنتيشن وهو الهايبر رياليتي، وهو واحد الكونسبت اللي جاء من عند الفيلسوف الفرنسي جون بودريار. بالنسبة لبودريار الهايبر رياليتي هي حالة كيولي فيها التمييز بين ما هو حقيقي وسيميليشن يعني محاكاة غير واضح، وقال بلي أن وسائل الإعلام ولات عندها القدرة والإمكانية أنها تنتج لنا representation اللي ممكن أنها تفوق على الواقع. إلا قلت لك هذا ماشي هو الشكل الحقيقي ديال الديناصور ما غاديش تثق به، حيت الميديا دارت واحد representation لهاد الديناصور بواحد الطريقة اللي فاقت الواقع، وبالتالي ترسخات في العقل ديالنا أن شكل الديناصور هو هذا، مع العلم أن الديناصورات مقارضوا منذ زمن بعيد وحتى واحد ما خدا صوره لشي ديناصور. ومع ذلك قدرات الميديا انها دير هذا الريبريزنتيشن وقدرات انها تقنعنا احنا كجمهور به، بمعنى اخر ان الريبريزنتيشن قادره انها تشكل وعي الناس. وهذا المثال يمكن تطبقه على مفاهيم بحال مثلا العنف والارهاب. الا شي حد ارتكب شي جريمه كيتسمى مجرم عنيف، خاص غير ما يكون مسلم والا غيتسمى ارهاب. اي واحد تسولو على امريكا واش تمشي تعيش فيها غيقول لك اه،
حيتش بالنسبة لي هو أمريكا بلد الأغنياء، والعين اللي كيشوف بها أمريكا من خلال الريبريزنتيشن اللي كدير أمريكا عن طريق الأفلام والمسلسلات والأخبار والموسيقى ديالها. For Baudrillard, America is neither dream nor reality. It is hyper-reality. America, not just a superpower, but hyper-power. They don't just have supermarkets, they have hypermarkets. بالنسبة له, France is just a country. America is a concept. وقال بلي أن الأمريكيين بتاكروا الهايبر-reality وتقنوها. الشيء اللي ما يمكنش للدول الأوروبية أنها تديروا ولا تقلدوا. والواقع أن أمريكا عالم فاسد بالثروة والسلطة والشيخوخة والتزمت والفقر والعنف الذي لا هدف له. ولكن بحال المثال ديال الديناصور، صعيب تقنع شي حد بهذا الهضره لان الريبريزنتيشن تفوقات على الواقع ولات هايبر رياليتي. هكا النيتات فرماتيلك بخك الديسكات زرق الفيروس بهامه تولي كي القطيعه.